عربي بالإضافة لمشاركتك في فعاليات الدورة الثالثة؟ جدا سعدت أنه يوجد كتب العربي، لأنه فعلا نحتاج إلى قصص واقعية من داخل مجتمعاتنا لتلهم وتحفز وتعطي الدفعة قوية لجميع شرائح المجتمع بالتضامن يعني إبداء الرأي ووجود حلول تساعد على خدمة المجتمعات. هدفاتي كانت هي على الابتكار الاجتماعي، كيف نسخر العلم من البداية، كلنا هدف في الحياة نربطي بمشاكل المجتمع. الحاجة أم الاختراع، الكل قادر على الإبداع، لا يوجد إبداع فقط مقتصر على بلدة معينة أو لون معين أو لغة مختلفة، لا، الكل قادر على الإبداع لأنه عندنا عقول وعندنا إمكانيات وعندنا أيضا طرق لمعرفة كيف التكيف مع مجتمعنا. فكان هذا رسالتي، أنه لازم دعم المجتمعات المحلية وتعزيز قيمة الابتكار والعلم في بناء مراحل البنية التحتية وبناء القدرات. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.